امي ابوس ايديك توحدي الله تخلينا نعرف نحكي كلمتين. يا صخر انا مالي ناقصتك، روح من وشي احسن ما تطلع براسك. بامرك. وانت شو ان شاء الله عم تقلبها براسك؟ معناتك انت عرفان اللي جاي وشو بده. ليش انت ما كنت عرفان؟ كنت حاسس ما اكثر. وشو طلع معك؟ على قولتك الكلام اللي ما بينفذ يا حسرة قايله. طيب لو فرضنا انه اجيت معك، انت شو شايفها ظابطة؟ والله انا اللي شايفه يا امي انه هالقصة خالصة، يعني بالاخير شاهين رح يتجوز منى. هي قالت لك؟ هي ما قالت لي، بس أنا بعرف إنه هن طابخين الطبخة سوا. يعني شاهين رح يفكر يعتب هالبيت ويطلب هالطلب هذا، وما تكون بنتك دافشته. يا سلام، يا نيالي على هالخبرية. أمي تعي نجرب نشوف هالحكاية هي بعين تانية. شاهين وبنتك حابين هالقصة هي تتم تحت عيننا وبرضانا وعلى أصول. وإذا ما وافقنا شو؟ بيخطفها؟ لهلك يا شو هالحكي هذا؟ شو يخطفها ما يخطفها؟ ما واردة. بعدين لو بده يخطفها رح تكون معه بشي مطرح، وغير الله ما رح يعرف أراضيهم. المعنى؟ المعنى يا ام جبال، انت منتي علي بجوازتها الاولانيه، انا هلا بدي مون عليك بجوازتها الثانيه. انت عم تحكي عن شاهين؟ شاهين ابن غازي، شاهين اللي سماه بي الله يرحمه لبنته، شاهين اللي ربيان بهالبيت بين ولادك، شاهين وبنتك اللي تحملوا مصايب هالعيلة هي على رأسهم، بنتك اللي كانت حتضيع عمرها مع مجدي، وشاهين يلي كان راح فيها لولا لطف ربك. كل هذا اللي عم يصير كان عم يترتب لحتى هالاثنين يكونوا لبعض. بقى إذا ربك من عنده من فوق يا أم جبل رايد يكونوا لبعض، نحن بدنا نقول لا. امي ارميها على الله. يسعد مساك ابو شاهين.